كان 2017 بداية زد، وبداية الشراكة بيني وبين الصديق الله يمسيه بالخير مازن الضراب. الهدف الأول من زد أن نمكن التاجر اللي يبيع من بيته ويبيع كتاجر تجزئة أنه يبيع أونلاين. دخلنا السنة الأولى بحماس، لكن كل الدنيا مكركبة. قررنا أنه لا أنا ولا مازن ننفع مدراء. ليش؟ أنا تجارب السابقة تخليني أقول لا، وما عندي خلفية تقنية، ومازن كان عنده يعني أشياء كثير يحاول أنه يتابعها وبينشغل عن الإدارة. فإيش اللي ممكن يصير؟ نجيب مدير علينا، أنا ومازن الشركاء نجيب مدير علينا، وقلنا له تعال، وإذا أنت أثبت نفسك كمدير تصير شريك معانا ما في مشكلة. المدير هذا الله يمسيه بالخير ويذكره بالخير كان رائع، بس عنده مشكلة واحدة، ما عنده خبرة إدارية. الشركة تقسمت، صار عندنا زيادة في التوظيف سريعة، صار عدد الموظفين 30، ما نقدر ندفع الراتب. طيب الحين لازم نصحح الوضع، لازم نرجع زد للحياة ونوجهها صح. تكلمنا مع المدير اللي يعني استقطبناه وقلنا له انه كذا وكذا وكذا ويعطيك العافية وخلاص شكرا، احنا بناخذ الموضوع من هنا. اتفقنا انا ومازن انه انا بكون مدير او رئيس تنفيذي بس acting. وش المشاكل حقتنا؟ واحد، الفريق ما كان مرتاح، الفريق ما هو عارف وين نروح، احنا شركة صغيرة، احنا ما احنا عارفين وين نروح. بس على الأقل على قدر السرير اللي عندك والغموض اللي عندك لازم توضح لهم. وضحنا لهم وبدينا نشارك كل شيء بالتفصيل، عندنا اجتماع شهري كل أرقامنا نقولها لهم، وحطينا هدف كان شبه معجزة من شركة ميتة في نفس السنة تقول أنا عندي تارجت نهاية السنة 100,000 أوردر. كيف؟ ما أدري. لازم يطلعون هالتجار، وين التجار؟ عدد ضئيل اللي عندنا. اشتغلنا، لازم نبيع، لازم نسوق، لازم نبني منتج سليم، لازم نصحح أخطائنا، لازم نبني الفريق بشكل سليم، وكل شيء نسويه لازم يحقق الهدف هذا. إذا ما يساعد في الهدف حتى لو بأوردر واحد ما نسويه. 2018 بداية السنة كنا الشركة اللي خلاص على وشك أنه يعني نفصل أجهزة الإنعاش عنها، نهايتها حققنا 118,000 طلب. اليوم إحنا في 2020 تجاوزنا 3 مليون طلب، تجاوزنا 1 مليار ريال مبيعات للمتاجر، عدد الفريق حوالي 100 شخص. من فضل الله اليوم، إلى اليوم أنا رئيس تنفيذي. الأكتنج كان مجرد شك، أنا ما عندي ثقة بنفسي، لكن سبب هذه الثقة أنه إحنا اشتغلنا كوحدة واحدة، كفريق واحد، شلنا كل الأشياء اللي كانت تأثر علينا كفريق. ما في أحد يكره الثاني، ما في أحد عنده مشكلة مع الثاني. مكننا الناس هذه، مكننا شركات الشحن والتوصيل السعودية، شركات المدفوعات السعودية. المليار هذا دار داخل السعودية، المشتري سعودي والبائع سعودي والناقل سعودي والمكن سعودي، شركة زد سعودية. كل الأشياء اللي كنت أنا أتوقعها في نفسي، وكل أحد ممكن يقابل هذا الشيء يتوقعه في نفسه، طلعت يعني خيالات. بس لازم الواحد يعالج الأخطاء، يعالج القصور اللي عنده. الدنيا علمتني إن النجاحات الضخمة، النجاحات الكبيرة ما يحققها شخص واحد. النجاحات الضخمة والكبيرة ما تحقق إلا بفريق.